بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا شلون نحسب المجال الجهد الكهربائي من المجال الكهربائي. فهسه نريد نشوف نستطيع أن نحسب المجال الكهربائي من الجهد الكهربائي. فلو هاي هي معادلتنا، احنا نشتق الطرفين، طبعا الالتكام راح يروح، يصير دلتا V يساوي ناقص المجال الكهربائي دوت دلتا L. طبعا بالدوت برودكت احنا نعرف انه اذا دوت برودكت لخطين او متجهين، ف الدوت برودكت يساوي قيمة المتجه الاول في قيمة المتجه الثاني في كوساين زاوية بيناتهم. فلو اجي اخذ مثلا فد هذا الباترن اللي قدامكم هو لمجال كهربائي بين شحنتين، يعني هنا شحنة اكو شحنة نقطية موجبة وباليمين شحنة نقطية سالبة، والمجال الكهربائي مثل ما نعرف ينطلق من الشحنة الموجبة نحو الشحنة السالبة حسب هاي الأسهم. فممكن أن يكون اتجاه الدلتا L، إذا مثلا أنا مثل ما قلنا نحرك الشحنة الاختبارية بحركة معينة، فلو كانت الحركة مو مماسية للمجال، أكو زاوية بيناتهم بين الدلتا L وبين المجال الكهربائي، فإحنا نعرف بالدوت برودكت نعرف أنها قيمة المتجه الأول في قيمة المتجه الثاني قيمة هاي، ولهسه راحت الدوت صارت قيمة المجال الكهربائي في قيمة الدلتا L في كوساين زاوية بيناتهم. فلو أخذ المشتقة البوتنشال نسبة إلى المسافة دي في على دي ال راح يطلع لي ناقص المجال الكهربائي في كوساين زاويه، يعني هسه اذا الدلتا ال هاي قسم على دلتا ال يصير دي في على الدلتا، يعني دلتا في على دلتا ال يساوي ناقص المجال الكهربائي في كوساين الزاويه. اذا هنا قيمه اعظم طبعا اعظم قيمه للجانب الايمن للمعادله عندما الكوساين يصير واحد، لأن أعظم قيمة للكوساين هي واحد. فمن يصير واحد احنا شو نقول؟ نقول أعظم قيمة للمشتقة هاي عندما الكوساين الزاوية يصير واحد. فإذا نقول أعظم قيمة للمشتقة يطلع لي المجال الكهربائي. المجال الكهربائي هاي المعادلة ايش تعني؟ تعني عدة معاني. المعنى الأول مثل ما تشوفون قدامكم هاي النقطتين، المعنى الأول شي يقول؟ يقول قيمة المجال الكهربائي تعطى بأعظم تغير للمجال نسبة إلى أعظم تغير للجهد، أعظم تغير للجهد نسبة إلى المسافة، لأن دي في على دي ال ماكسيمم يطلع المجال الكهربائي. فإذا المجال الكهربائي هو أعظم تغير للجهد نسبة إلى المسافة. المسألة الثانية أو النقطة الثانية اللي نستفاد من هاي المعادلة إنه يكون اتجاه المجال الكهربائي، اتجاه المجال الكهربائي هو بعكس زيادة المجال، أعظم زيادة للمجال. يعني نقول اتجاه المجال الكهربائي، المجال الكهربائي اتجاهه يكون باتجاه أعظم نقصان بالمجال. إذن the direction of electric field is opposite to the direction which the potential is increasing the most rapidly، يعني بأعلى زيادة، عكس أعلى زيادة للمجال، يعني يكون المجال الكهربائي باتجاه أعلى نقصان للمجال الكهربائي. هذا هو المفهوم من هذا الكلام. فطبعا أنتم مثل ما تعرفون أنه خطوط المجال خطوط الجهد أو سطوح تساوي الجهد هنا تكون
بهالشكل هذا. يعني احنا ليش سجلنا بهاي الرسم هذا؟ شنو هاي الخطوط؟ هاي الخطوط مع المجال الكهربائي. اما سطوح الجهد فتكون على شكل دوائر حول الشحنات، فيكون شكلها بهالشكل هذا. فخلنا نفرض انه الجهد بهالشكل هذا، يعني الجهد بهالشكل هذا، يعني هنا مثلا بهذا السطح 10 فولت، بهذا السطح 20 فولت، هاي السطوح تساوي الجهد، يعني كل نقطة على هالسطح جهدها 40 فولت، كل نقطة على هالسطح جهدها 50 فولت، هاي يسموها السطوح تساوي الجهد. زين انت عندك هيك السطوح تساوي جهد، وعندك نقطة هنا نقطة بي. زين شلون هسه هذا هاي خطوط الجهد، اقدر استنتج اتجاه المجال الكهربائي بواسطة خطوط الجهد؟ حسب هاي المعنى اللي حكيناه هسه، المعنى الثاني انه يكون اتجاه المجال الكهربائي باتجاه اعظم نقصان بالجهد. زين هسه بهاي النقطة بي شلون يصير اتجاه نقصان الجهد؟ من امشي على اليمين مثلا او على اليسار ينقص الجهد؟ ما سمعتكم زين. إذن باتجاه اليمين أكيد ينقص الجهد. فأعظم نقصان بالجهد حقيقة هي مو بالضبط على اليمين، وإنما أكو شوية ميلان، يعني لازم شنو؟ لازم أنت تمشي بأعظم نقصان بالجهد اللي هو شوية للأسفل، يعني يكون عمودي على هاي الخطوط أكيد. فبهالحالة يصير اتجاه نقصان الجهد بهالاتجاه. زين هذا المجال الكهربائي اللي وصلنا له اللي هو الدي في على دي الماكسيموم باتجاه عمودي على الخطوط الجهد، اتجاه عمودي على الجهد، هذا هو الجراديانت، لان احنا بالرياضيات هذا نسميه الجراديانت، الصيغة العامة مال الجراديانت هي هاي، انه مشتقة الفكتر على المسار النورمال اي ان يطلع الجراديانت. فاذا نقدر نقول المجال الكهربائي هو الجراديانت مال في، لان احنا هنا جراديانت اوف اي، نقدر نخلي هنا المجال الكهربائي هو متجه، هو مشتقة السكيلر اللي هو البوتنشال الجهد على الدي ال، ويكون الاتجاه اي ان، يعني هنا هذا الاي ان هسه راح نعرف احنا شلون بالجراديانت، الجراديانت مال في راح يصير مشتقة السكيلر بالنسبة لاكس دي اكس، هاي المشتقة. فالجراديانت تخلي المشتقة الجهد بالنسبة للX أي X وهكذا. فهنا راح يطلع لي الجراديانت بهالشكل هذا، مشتقة الجهد نسبة إلى الX partial V على partial X أي X زائدا partial V على partial Y أي Y زائدا partial V على partial Z أي Z، هاي بالكارتيزيان. فهو هذا الجراديانت، إذن الجراديانت of V هو نفس المجال الكهربائي، لكن شنو نخلي لازم إشارة السالبة مثل ما عرفنا، فتصير ناقص الجراديانت. إذا المجال الكهربائي يساوي ناقص الجراديانت مال المجال. فإذا وطبعا احنا نعرف الجراديانت نمثله بهاي الصيغة. الجراديانت بالكارتيزيان كوردينيت هو هذا، بالسيلندريكال كوردينيت مثل ما تعرفون دلالة الرو والفاي والزيت، فأنت تشوف لك صيغة لحفظها، كذلك بالاسفريكال دلالة الار والثيتا والفاي. فحتى تحفظها تقدر تقول مثلا كلها بارشل الجهد على بارشل اكس، وهنا بالنسبة يعني بالنسبة للبارشل اكس بارشل واي على بارشل زيت. بالسيلندريكال
همين على partial رو على partial فاي على partial زيت. اللي يفرق انه بس الحد الوسطي مال الفاي قبله قبل ما تشتق تقسم على رو. وطبعا اليونت فيكتر اي رو اي فاي اي زيت بالكارتيزيان اي اكس اي واي اي زيت. بالسندريكال همينت partial في على partial ار partial في على partial ثيتا partial في على partial فاي، وهمينت تخلي اليونت فيكتر ولكن الحد الاوسط تقسم على رو ار والحد الاخير تقسم على ار ساين ثيتا. يعني انت تشوف لك صيغه شلون تحفظها لهذني. هذا مثال بسيط نقدر نحله. المثال هذا عندنا بالمحاضرات اللي بخط اليد ايضا موجود. هذا الاكزامبل نفسه فنقدر نحله سوية. خل نكتب المنطوق مع السؤال example. المثال شو يقول؟ يقول خلنا نقرأه من الكتاب وبس ناخذ المعلومات منه. يقول given the potential field، يعني الفيلد عندي اللي هو شنو البوتنشال، عفوا البوتنشال وليس الفيلد، يعني الجهد v يساوي 2 x سكوير y ناقص 5 z. مثل ما نعرف البوتنشال هو سكيلر وليس فيكتور. زين وعندنا نقطة ناقص 4 ب 3 ب 6. يقول we wish to find several numerical values، نريد نطلع عدة قيم رقمية في النقطة P اللي هي الجهد الكهربائي V. نريد نطلع بالنقطة، احنا عندنا الجهد هنا بدالة ال X وال Y وال Z، يعني متغير حسب المسافة حسب المكان، لكن في هاي النقطة شقد الجهد نريد نطلعه، كذلك المجال الكهربائي نريد نطلعه بهاي النقطة. وهذا صار مطلبين. المطلب الثالث the direction of E، يريد اتجاه المجال الكهربائي. المطلب الرابع الflux density. المطلب الخامس الvolume charge density rho v. هذا المثال محلول، هو سهل، بس احنا هسه خلينا نحاول نحله يعني على الصبورة احسن. الجهد هو مطيني اياه، الجهد مطيني اياه v يساوي 2 x سكوير y ناقص 5 z، والنقطة هي النقطة ناقص 4 ب 3 ب 6. زين يريد أولا ال V at point P، فشو نساوي؟ هسه solution خلينا نحل هسه أو نكتب المطالب، خلينا نكتب المطالب. زين ثانيا شو يريد؟ يريد المجال الكهربائي في النقطة P، المجال الكهربائي في النقطة P. ثالثا شو يريد؟ يريد the direction of E، the direction يريد اتجاه المجال الكهربائي في النقطة P at P. زين المطلب الرابع الflux density همينة بالنقطة P. المطلب الخامس طبعا هاي رابعا، الخامس يريد ال volume charged density at P. هاي هي المطالب. هسه خلينا نجي نحل solution. أولا
البوتنشال بالنقطة بي شلون نطلع شباب؟ احنا عندنا هذا البوتنشال بالنقطة بي شو نسوي؟ رأسا العوض. اذا نقول 2 في x تربيع x ناقص 4 كل تربيع في y الواي 3 ناقص 5 في زيت زيت شقد 6 ويساوي هسه هاي 4 تربيع 16 في 2 32 في 3 2 في 16 32 في 3 90 96 ناقص 30 66 فولت. هذا أول مطلب. المطلب الثاني يريد المجال الكهربائي بالنقطة P. فالمجال الكهربائي احنا نعرف المجال الكهربائي يساوي لي ناقص gradient of V ناقص gradient of V. فأجي أشتق المجال او الجهد الجهد gradient of v فناخذ gradient of v احنا نعرف gradient of v يساوي لي partial v على partial x اي x زائدا partial v على partial y هاي هسه اخذناها زائدا partial v على partial z اي زيت. فاذا الجريدينت اوف في يساوي لي هسه نشتق الجهد نشتقه بالنسبه لاكس طبعا هاي صفر تبقى هاي فهاي يصير شنو 4 لان هاي 2 اكس في 2 واي يصير 4 اكس واي 4 اكس واي اي اكس نشتقها بالنسبة ل y كلها زائدا شو يصير 2x سكوير اي y نشتقها بالنسبة ل z بس ناقص 5 لان هاي صفر ناقص 5 اذا ناقص 5 اي z. المجال الكهربائي هو عكس يعني عفوا ناقص الجريدينت فاذا المجال الكهربائي يساوي ناقص الجريدينت اوف v ويساوي هاي نضربها بناقص راح يصير ناقص 4 اكس واي اي اكس ناقص 2 اكس سكوير اي واي ناقص 5 زائد هالمره راح يصير اي زيت. هسه طلع عندنا المجال الكهربائي هو شو يريد؟ يريد المجال الكهربائي عند النقطة. فالمجال الكهربائي at the point اللي هي ناقص 4 ب 3 ب 6 شو يساوي؟ نجي نعوض ناقص 4 في الـ x ناقص 4 ينو الـ y 3 هذا شنو؟ اي x طبعا هاي كلها اي x ناقص اثنين في اكس سكوير يعني ناقص اربعة لكل تربيع ناقص اثنين في ناقص اربعة الكل تربيع هاي اي واي زائدا هاي تبقى خمسة اي زيت فراح يطلع لي ناقص اربعة في ناقص اربعة 16 في ثلاثة 30 و 18 48 16 في ثلاثة 30 و6 في 3 18 48
إذا ناقص في الناقص يصير طبعا احنا ضربنا بناقص اي فرأسا 48 48 اي اكس ناقصا هنا انا ايش عندي؟ عندي ناقص اكس ناقص 2 اكس سكوير مو صحيح؟ يعني اي يعني هاي هسه هاي ناقص هاي اي ف 16 في 2 32 فصير ناقص 32 اي واي زائد 5 اي زد هذا هو المجال الكهربائي ات نقطة هذا كمتجه اذا اريد القيمة مالته فش اسوي اخذ القيمة صحيح هو ما رايد القيمة رايد المجال الكهربائي بالنقطة بي هو هذا المجال الكهربائي اكيد القيمة اتجاهية يعني متجه هذا شنو المطلب الثاني هسه المطلب الثالث المطلب الثالث هو الدايركشن المطلب الثالث هو الدايركشن اوف المجال الكهربائي شلون اطلع اتجاه المجال الكهربائي بالنقطة بي عند النقطة بي من يعرف هذا المجال الكهربائي ما قلنا اي اي بس انا هسه طلعت المجال انا طلعت المجال كمتجه طلعته بس لاي متجه شلون اذا عندك المتجه شلون طلع اتجاهه بس طلع اليونت فيكتور بس اتجاه اي متجه تطلع له اليونت فيكتور مالته هو هذا بس اتجاه بدون قيمة لأن قيمته واحد اليونت فيكتور فمن يقول لك تطلع لي الاتجاه أنت تطلع اليونت فيكتور معناته مع ذلك المتجه فإذا اتجاه المجال الكهربائي لازم تطلع اليونت فيكتور فإذا نقول the direction of المجال at point P يساوي المجال الكهربائي اليونت فيكتور مال المجال الكهربائي at point B اليونت فيكتور ويساوي المجال الكهربائي كفكتر يعني على قيمته طبعا يعني هيك فاذا ويساوي 48 اي اكس ناقص 32 اي واي زائد 5 اي زد على قيمته قيمته هي تحت الجذر 48 تربيع زائدا ناقص 32 كل تربيع زائدا 5 تربيع هاي اليونت فيكتور راح يطلع لي طبعا هذا المجال الكهربائي at point P وهنا قيمته at point P ف الدايركشن خلينا نكتب نمسح لها سبعات نكتب the direction of مجال الكهربائي at point P شو يساوي لي؟ طلع لي طبعا القيمة تطلع هاي نكتب هنا هاي القيمة تطلع 57.9 انت تروح تتأكد منها طبعا
ايه فالدايركشن راح يطلع عندي كالاتي. الحل النهائي 0.829 AX ناقص 0.553 AY زائدا 0.08688. هذا هو الاتجاه. المطلب الرابع المطلب الرابع شو يريد؟ يريد الفلكس دينسيتي ات بوينت بي. فانا اقدر شو اقول؟ اقول يساوي ابسلون نوت اذا بالفراغ طبعا في المجال الكهربائي ات بوينت بي راسا، ويساوي الابسلون نوت هو 8.854 في 10 اس ناقص 12 مضروبه في المجال الكهربائي النقطة بي. فهذا ايضا راح تضربه يعني سكيلر راح تضربه بفكتر. المجال الكهربائي ات بوينت بي طلعناه اللي هو هذا، وراح تضربه في المجال الكهربائي راح يطلع لك النتيجة. هذا احله بالبيت بيدك يطلع لي ناقص 35.4 اكس. هذا مو ات بوينت بي، ات بوينت بي لازم تعوض الاكس والواي والزيت. يعني احنا بالملزمه اللي عندنا او يعني الملزمه اللي بخط الايد شو مسوي؟ نطلع الفلكس دينسيتي مو بالنقطه، عند النقطه لازم شو نقول؟ نقول هاي مضروبه في المجال الكهربائي. خلينا نسويها، خلينا نسويها مو مشكله. هاي نمسحها ونجيب قيمة المجال الكهربائي ات بوينت بي اللي هي هاي، هاي نفسها. خلينا نجيبها نسوي كوبي، حطها وين؟ هنا حطينا هاي. عاد تجي تضربها وتطلعها، والله طلع قيمتها ايش قد. من تضربها طبعا راح تطلع لك قيم، تطلع لك قيم هنا اي اكس ناقص قيمة اي واي زائدا قيمة اي زيت. تضرب الفلكس الالكتريك كونستانت مال الفراغ في هاي فيطلع لك الفلكس دينسيتي ات بوينت. اذا مو ات بوينت بي تضرب الابسلون نوت في المتجه، المتجه قبل ما تعوضه بالنقطه، يعني تطلع بدلاله الاكس والواي والزيت بهاي. هاي يطلع لك اذا تضرب الابسلون نوت في هاي يطلع لك الفلكس دينسيتي ات اني بوينت تقدر تطلعها، تعوض بس اكس واي وزيت. زين المطلب الخامس اللي يريد الروفي. روفي احنا حسب معادلة ماكسويل قلنا روفي هي شنو؟ هي دايفرجنس اوف تي. فطلع الدايفرجنس مال دي هي بارشل دي على بارشل اكس زائد بارشل دي على بارشل واي زائد بارشل دي على بارشل زد. فراح يطلع لك وتعوض بالقيمة طبعا. انت من تشتقها للفلكس دينسيتي بدالة الاكس والواي والزد هاي، بعدين تعوض بالنقطة. راح يطلع لك الرو في يساوي ناقص 106.2 في 10 أس ناقص 12 أو بيكو كولوم تقدر تقول هيك، كولوم لكل متر مربع، عفوا لكل متر مكعب. لأن هاي رو في. الفلكس دينسيتي شنو؟ كولوم لكل متر مربع. زين راح خلصنا. هسه نجي ال
هاي الحلول، هاي الحلول. هو مطلع الفلكس دينسيتي، مطلعها مثل ما تشوفون بكتابكم، دلالة الاكس والواي والزد، بينما هو قال ات بوينت اي بوينت ات بوينت بي. فات بوينت بي تعوض الاكس والواي والزد وتحل، طلع لك اياها. زين، عندك هاي دريل بروبلم تتدرب عليها، تحلها والحل عندك موجود. هذا بس. وصلنا الى الالكتريك دايبول. الكتريك دايبول نقصد بالالكتريك دايبول يعني الثنائي الكهربائي. هذا الثنائي يعني الترجمه الحرفيه عفوا، الالكتريك دايبول يعني الثنائي الكهربائي او ثنائي القطب الكهربائي. الالكتريك دايبول هو عباره عن شحنتين متساويه بالقيمه متعاكسه بالاشاره، يعني واحده موجبه واحده سالبه، بيناتهم مسافه قصيره نسبه الى النقطه اللي نريد تحسب بها المجال البعيده عن الدايبول. فاذا هذا تعريف الدايبول بالكتاب مالكم موجود، والملزمه اللي بخط الايد ايضا موجود. الكتريك دايبول or simply a dipole، مرات اختصارا يسموه بس الدايبول، لأن يعني أهل الكهرباء وأهل الاتصالات يعرفون شنو يعني دايبول. دايبول يعني شحنتين متقاربة متساوية بالقيمة متعاكسة بالإشارة، يعني واحدة موجبة واحدة سالبة. is the name given to two point charges، نقطتين شحنتين نقطيتين of equal magnitude متساوية بالقيمة and opposite sign يعني متعاكسة بالإشارة، separated by a distance، مفصولة هاي الشحنتين بمسافة that is small compared to، يعني هاي المسافة صغيرة مقارنة مع النقطة اللي تحسب بها المجال، compared to the distance to the point P in which or at which we want to know the electric and potential field. يعني هاي الشحنتين مفصولة بمسافة صغيرة مقارنة بالمسافة عن النقطة اللي يريد نحسب بيها الجهد والمجال. الحقيقة بالنسبة للدايبول، الدايبول عبارة عن شحنتين. احنا ساعدنا شوية باوربوينت سويته على مود نعرض لكم معنى الدايبول. هذا الدايبول التعريف مالته هو هذا نفسه، ناقله اي نصا من الكتاب. شحنتين متساويه متعاكسه بالاشاره مفصوله بمسافه صغيره نسبه الى مسافه نقطه الحساب. هاي هي شحنتين، شحنتين متقاربه متساويه بالقيمه متعاكسه بالاشاره، يعني واحده موجبه واحده سالبه. هسه اذا نريد نشوف المجال الكهربائي اللي راح تولده هاي الشحنتين او يصير حول هاي الشحنتين، المجال الكهربائي اللي يصير حول هاي الشحنتين شلون شكله صاير؟ هيك شكله صاير. اكيد المجال الكهربائي ينطلق من الشحنه الموجبه ويدخل الى الشحنه السالبه، فهاي الخطوط هي خطوط المجال الكهربائي. Electric field lines of the dipole. زين، سطوح تساوي هذا هسه المجال الكهربائي، يعني الاي كابيتال المجال الكهربائي الكتريك فيلد انتنسيتي. زين، السطوح تساوي الجهد مالته صايره بهالشكل هذا. هاي الدوائر هي عباره عن سطوح تساوي الجهد، كل دائره من هاي الدوائر الجهد مالها او كل حلقه، مو شرط دائره فت 100%، كل حلقه من هاي الحلقات الجهد مالها متساوي. مثلا هاي الدائرة جهودها 80 فولت، هاي 60 فولت، هاي 40 فولت. كل نقطة على هاي الدائرة جهودها 40 فولت، كل نقطة على هاي الدائرة جهودها 20 فولت، وهكذا. طبعا كل ما تبتعد من الشحنة شو يصير؟ الجهد يقل. بعدين من نوصل إلى الشحنة السالبة الجهد شو يصير بيه؟ أيضا يزيد كل ما تقترب بس بالسالب يزيد، يعني هاي ناقص 80، هاي ناقص 60، ناقص 40، وهكذا. والخط الفاصل بين الشحنتين راح يصير
جهده صفر، جهده يصير صفر. هاي سطوح تساوي الجهد، بينما هاي خطوط المجال الكهربائي، خطوط المجال الكهربائي. فإذا نريد نرسم سطوح تساوي الجهد وخطوط المجال الكهربائي في رسم واحد راح يطلع لي هيشي بالشكل هذا. يعني هاي الرسمين رسمناها على رسم واحد. الخطوط السود هي المجال الكهربائي اللي احنا نرمز له بحرف E كابتل، Electric Field Intensity. وهاي الملونة هي الجهد الكهربائي. فهذا هو الدايبول، هذا هو الدايبول. الدايبول إذن احنا هسه افتهمنا شنو الدايبول، هو عبارة عن شحنتين متساويتين بالمقدار متعاكستين بالإشارة، يفصل بينهما مسافة قصيرة أو صغيرة نسبة إلى المسافة عن نقطة الحساب. فعادة بالحسابات يرمزون للشحنتين بالدايبول بشكل عمودي، يعني يخلون الشحنة الموجبة فوق والشحنة السالبة، يعني هسه إذا نفرها لها شوية 90 درجة هيك بالدايبول بالحسابات، الشحنة الموجبة فوق والشحنة السالبة جوا، وهذا هو الدايبول. فلو كان عندي إذا أريد أحسب، أني أريد أحسب طبعا أني أكو عدة أشكال، يعني من تصير مسافة بعيدة يرسمون الدايبول على شكل نقط يعني الشحنات، أو يرسموها بشكل هسه أقدر أشوفكم بعض الرسوم للدايبول كلهن. هاي يعني هسه مثلا هاي الشحنتين يرسموها هيجي، إذا نبتعد تصير هيجي، يعني الشحنتين مثل ما تشوفون موجبة وسالبة هنا، يعني إذا نقرب شوية شوفوا شلون هاي الخطوط المتصلة هي المجال الكهربائي، أما الخطوط المتقطعة فللجهد الكهربائي. هذا هو رسم الباترن مال الدايبول أو المجال مال الدايبول. كذلك يرسموه هيجي، يعني الإلكتريك دايبول يصير هيج شكله. فإحنا نعرف هاي الخطوط هي عبارة عن خطوط المجال الكهربائي، وهاي الدوائر عبارة عن سطوح تساوي الجهد. فبالحسابات ايش راح نسوي؟ راح نقول انه الدايبول الكتريك دايبول شحنتين بيناتهم مسافة دي، خلنا نفرض انه المسافة بين الشحنتين دي. زين هسه اني هاي ممكن اخزنها حتى شنو خزناها. خل نفرض اني النقطة اللي عندي نقطة الحساب هنا صايرة، هاي نقطة بي، اذا هاي نقطة بي. هسه اني راح اكتب هاي النقطة نقطة بي. زين اقدر اعرف الجهد بهاي النقطة من جراء هاي الشحنتين؟ نقدر. شلون؟ احسب الجهد الواصل لي من هاي الشحنة الموجبة، وبعدين احسب الجهد الواصل لي من الشحنة السالبة، صح؟ واجمعهم، مو؟ فأنا اعرف الجهد، الجهد في نقطة P، خلينا نقول V P يساوي لي Q على 4 باي ابسلون نوت ار. فلو ار مال من؟ مال الشحنه الموجبه، خلينا نقول اذا هي من الشحنه الاولى، زائدا هنا راح يصير ناقص كيو على، هي من الشحنه السالبه، هاي جهد الشحنه السالبه على 4 باي، هي الكيو نفسها قلنا الشحنتين متساوية ابسلون نوت
ار مال الشحنه السالبه، يعني المسافه. فهاي اقدر اطلع عامل مشترك يصير في بي يساوي لي كيو على هاي كلهن 4 باي ابسلون نوت عامل مشترك، والكيو طلعت عامل مشترك. فشي يصير؟ يصير 1 على ار مال الموجبه ناقصا، لان هاي اشاره الناقص، 1 على الار السالبه، لان اني المسافه يعني هسه هاي المسافه من هنا الى الشحنه، الى النقطه، من الشحنه الى النقطه، هاي المسافه الاولى نقدر نسميها ار 1، خلينا نلونها باللون الازرق. وهاي الثانية. فلو كان هذا مثلا R1 وهذا R2، راح يصير هنا R1 و R2، هاي R1 هاي R2. هذا الحسابات موجودة هنا، احنا هسه اقتربنا من نهاية المحاضرة. فهذا هو R1 وهذا R2. فنريد احسب الجهد، ايش قد ار 1 اطول من ار 2؟ طبعا احنا راح نقرب المسافه، راح نقرب انه نعتبر هاي الخطوط متوازيه حتى تقريب يصير بالمساله، حتى الحل يصير سهل. فراح يصير اذا نرجع للحل مالنا، يعني ار 1 ايش قد ايش قد ار 1 طبعا اكثر من ار 2، ار 2 اطول من ار 1 بقليل، ايش قد؟ يعني هاي اذا هسه انزل خط عمودي، فراح يصير عندي هاي المسافه هي مقدار زياده طول ار 2 عن ار 1. زين، اذا الزاويه بين هذا وهذا ثيتا تقريبا، ف هذا المسافة شو يصير؟ يصير الوتر في كوساين الزاوية يطلع هاي، يعني هاي يصير دي كوساين ثيتا هاي. فنقدر نقول ار 2 اطول من ار 1 بمقدار دي كوساين ثيتا. هاي هي اللي مسويها هنا، انه ار 2 ناقص ار 1 يبقى بس دي كوساين ثيتا، يعني هاي المسافة دي كوساين ثيتا، هذا القصد. فعلى هالاساس راح شو يسوي؟ من تعوض، من تعوض راح يطلع لك باي النقطة هسه انت اذا نكمل الحال. هاي هنا الجهد النقطة بي يساوي الكيو على 4 باي ابسلون نوت، هاي راح واحد المقامات يصير ار 1 ار 2، هاي على هاي يصير ار 2 ار 2 ناقصا ار 1. هاي واحد المقامات، بس هاي واحد المقامات طلعت هيك. زين، ار 2 ناقص ار 1 هاي هي هسه قلنا، خلينا نأشرها بلون باهت. ايه، ار 2 ناقص ار 1 هاي قلناها تساوي دي كوساين ثيتا. اذا راح يصير عندي الجهد عند نقطة بي مال الدايبول يساوي لي كيو في دي كوساين ثيتا على 4 باي ابسلون نوت ار 1 ار 2. هذا هو اللي موجود هنا الجهد. ها طبعا ار 1 وار 2 راح يعتبرها متساويه للتقريب، فصير ار سكوير ار سكوير. والحمد لله رب العالمين. اكو واحد عنده سؤال شباب؟ نعم ان شاء الله.